مهمشون. في هوامش المجتمعات حياة تدب. مهمشون كان الهامش اختياراً لهم، وآخرون ما كان لديهم من بديل. عيون حزينة حيناً، حنقة أحياناً، وجوه شاحبة تلازم مناطق الظل، وأجساد حين تتعب تستلقي على الرصيف. وفي صمت هذا العالم الذي يحاكي صمت القبور تحدث صرخات ناقمة غاضبة قد لا تسمع، إلى حين يأتي الهامش يخترق المجتمع، يمنحه ولو للحظة إيقاعه وألوانه. مهمشون قصص يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. جدار النسيان. لما ترجل من سيارة الأجرة في المحطة الطرقية للبروج، بدا له المكان غريبا، لا يذكر أنه مر به أو رآه من قبل. يمسك جيدا بحقيبته، نظر في كل الاتجاهات. الذين جاءوا معه في سيارة الأجرة تلك من الدار البيضاء تفرقوا في اتجاهات شتى. من المسجد الكبير خرج جموع من المصلين بعد أن أدوا صلاة الظهر. تأملهم لحظات، لم ير من بينهم وجها يعرفه أو يذكره بشيء ما. دفع بسبابته نظارتيه الطبيتين إذ انزلقتا على أنفه الدقيق. تفرق المصلون، ولم يبق في مدخل المسجد الكبير سوى بضعة رجال أغلبهم مسنون. أخذ وجهة اليسار ومشى، ثم انعطف يسارا. ظهرت له كراسي مقهى، قصدها. وقف بالباب، تبدو عليه الحيرة. المكان لا يعني له شيئا، في كل الأحوال لا شيء هنا يذكره بمدينته. ويبدو أن الخوف الذي يستشعره يمنعه من أن يسأل المارة أو نادل المقهى. يجهد نفسه وهو يحاول أن يتذكر. يتذكر ماذا؟ لا يدري. جلس إلى أول طاولة بعد الباب، حولها ثلاثة كراسي نالها البلا. اقتعد أحدها، وما لبث أن جاء النادل. لم يكن في هيئته ما يميزه عن الزبائن، لباسه كلباسهم. نظر إليه، يبدو أنه لم ينتبه إلى أن الرجل ألقى إليه بالسلام. كان النادل الذي يمسك بقطعة قماش مررها على الطاولة واقفا مكانه ينتظر ما سيطلبه هذا الزبون الذي بدا له من نظرة أولى مختلفا. لم يخامره شك في أن الرجل الذي يوحي مظهره بأنه ستيني غريب عن البروج. ولما رآه لم يتكلم، عاود سؤاله عما يرغب في تناوله. عدد النادل كل أنواع المشروبات التي تتوفر في المقهى ومنها الشاي. لم يمض اختياره بعيدا وتلفظ بكلمة شاي. لم يكن يهم النادل أن يسمع منه كلاما آخر. جال ببصره في المقهى. المكان غريب عنه، لم يسبق له أن دخله. كذلك يظن، بل إنه يبدو واثقا من أنه لم يأتي إلى هذا المقهى من قبل. ثم جاء النادل يحمل براد شاي من الحجم المتوسط في صينية، بجواره كأسان. وضع الكل فوق الطاولة، ابتسم ابتسامة خفيفة وانصرف. البراد، كأسان، خيل إليه أنه كان برفقة أحد ما، لا يذكر من يكون ذاك الشخص. يتوهم الآن أنه لن يلبث أن يأتي، وإلا لما جاء النادل بكأسين؟ انتظر أن يأتي ذاك الذي حسب أنه يرافقه. ظل براد الشاي والكأسان حيث وضعهما النادل. بعد نحو ساعة لم يصب الشاي. كان النادل يمر بجواره وهو يحدق في شاشة التلفزيون. لما التفت إليها لاحظ سريعا أن الزبون لم يتناول الشاي. تقدم إليها وقد رسم على فمه ابتسامته تلك، وقال له: هل تريدني أن أصب لك الشاي يا عم؟ لم ينظر إليه واكتفى بتحريك رأسه بما أفاد بأنه يريد ذلك. ثم رأى يد النادل تمسك بالبراد، ورأى السائل ذا اللون الذهبي ينزل إلى الكأس كاد يملأه. ثم أعادت يد النادل البراد إلى مكانه. الكأس الثانية ظلت فارغة. الذي ينتظره أن يأتي لم يحضر.
وللمرة الأولى التفت إلى حيث شاشة التلفزيون. استوقفته الصور التي تتعاقب على الشاشة، ولكنه لم يجد فيها ما يجعله يتذكر. أحياناً يحس بأنه على وشك اختراق جدار النسيان، ذاك الذي يمنعه من العودة من حيث أتى أو الذهاب إلى الوجهة التي كان يريد والتي نسيها هي الأخرى. طال جلوس الستيني، لم يشرب الشاي، بل ظل ينظر إليه وكأنه لم يعرفه قط، وكأنه لم يشربه قط. لم يدع حقيبته الجلدية قط، ظل يحضنها منذ أن جلس حيثه. نهض من مكانه وهم بالخروج، ولكن النادل كان أسرع، وما أن أكمل الوقوف حتى وجده أمامه منتصب القامة وعلى وجهه تلك الابتسامة التي يجيد تصنعها. حاول أن يتفاداه، ولكن النادل طلب منه أن يدفع ثمن الشاي. وقف الرجل ينظر إليه وقد خلى وجهه من كل تعبير، لعله لم يفهم. ربت على كتفه ورفع كفه الأيمن وصار يفرك إبهامه بسبابته ووسطاه كما يفعل كثيرون حين يتحدثون عن النقود. ظل الرجل محتضنا حقيبته الجلدية وهو ينظر إلى النادل يقوم بتلك الحركة. من عمق المقهى جاء صوت يطلب من النادل أن يدعه ينصرف. امتثل دون أن يناقش، وما كاد الرجل ينزل الدرجتين إلى الشارع حتى لحق بالنادل رب المقهى. لم يدفع لك، أليس كذلك؟ نعم سيدي، ولكنه لم يشرب الشاي، يبدو غريبا، لعله مجنون مسكين. لما خرج من المقهى مضى جهة اليسار حتى بلغ أرضا لا بناء فيها، توقف هناك. الوقت يقترب من العصر، لم يصادف أناسا كثيرين. جلس بجانب جدار المنزل الأخير في ذلك الشارع، جلس مطولا ينظر إلى الشمس التي بدأت تميل. منذ ذلك اليوم سيتعود الناس هناك في البروج على وجه ذلك الرجل الذي لا يكلم أحدا، الذي يحدق في الوجوه التي يصادفها ويطيل النظر إلى الأماكن. في مرات معدودات قاده جولانه في البروج إلى المسجد الكبير. لم يكن يتسول، ولكن محسنين كانوا يعطونه بعض الأكل. الجوع حمله على تناوله، وقد اتخذ له مأوى سقيفة في موقف للسيارات. عارض الحارس في البداية، ولكنه لما رأى منه إصرارا وافق. حاول أن يعرف منه حكايته، ولكنه لم ينجح في ذلك. كان عليه أن يمنحه اسما يناديه به، فصار يناديه بعم بوشتا. كان اسما يذكره بعم له توفي منذ زمن قريب. حين ينام العم بوشتا يتوسد حقيبته الجلدية التي لم يفلح أي ممن اقترب منها في اكتشاف ما تضمه، إذ كان يحضنها طيلة النهار. اعتاد حارس موقف السيارات ويدعى إدريس أن يتصفح الجرائد التي يحصل عليها من أحد الزبائن. في العادة تكون أعدادا تعود إلى 3 أو 4 أيام خلت، ولكنه يظل يترقب متى يتوصل بها من زبونه ذاك. كان شابا مضى في تعليمه إلى مستوى البكالوريا، وبعد مرحلة فراغ مر بها مراهقا بدأ إدريس وقد أخذه الحنين إلى أيام الدراسة، وقد وجد في تلك الصحف ضالته. كانت تستهويه المقالات التي تتناول القضايا الأدبية والأخبار الرياضية، كانت تستوقفه أيضا تلك الأخبار التي تتناول قضايا المجتمع. ذات صباح بينما كان يجلس في مدخل موقف السيارات يتصفح جرائد جاء بها ذاك الزبون، وقع نظره على إعلان مضمونه بحث عن متغيب، وقد أرفق الإعلان بصورة رجل مسن. لم تكن الصورة واضحة تماما، ولكن الملامح أحالته سريعا على ذاك الذي صار يناديه عمي بوشتا. في الإعلان أن الرجل واسمه عبد الله بخميسة غادر منزل ابنه الطاهر بخميسة بالدار البيضاء في 20 فبراير من العام 2000، ولم يظهر له أثر. يأتي الإعلان على ذكر الملابس التي كان يرتديها: معطف بني وطربوش صوفي بلون فاتح وحذاء أسود. هي الملابس ذاتها التي يرتديها الرجل إلى الآن، وقد اتسخت
واغبر الحذاء الأسود الذي ينتعله. ينتهي الإعلان برقم هاتفي وبدعاء بالأجر الكبير لمن أبلغ عن الرجل. أعاد إدريس قراءة الإعلان مرتين ودقق النظر جيدا في الصورة. لم يعد لديه من شك في أن الرجل الذي يأوي إلى تلك السقيفة هو الشخص نفسه المطلوب. نهض الحارس من مكانه ومضى إلى حيث عم بوشتا الذي اسمه الحقيقي عبد الله بخميسة. كان مكانه ممددا. وجه إدريس صار مألوفا لديه وقد ابتسم لما رآه. نادرا ما كان يبتسم. ذاك الصباح لم يناديه بعم بوشتا بل بعم عبد الله. بدا وقد استنفر اهتمامه. كرر الرجل عمي عبد الله مرات زادت على 3. أنت عمي عبد الله بخميسة ليس كذلك؟ بخميسة، قال الرجل. أنت من الدار البيضاء ليس كذلك يا عم عبد الله؟ الدار البيضاء، نعم الدار البيضاء. هل لك ولد اسمه الطاهر؟ هو ذاك الطاهر، أين هو؟ قل له أن يأتي، لقد انتظرته طويلا. سيأتي ولدك يا عم. تركه يتناول فطوره، قطعة خبز بها قليل من جبن وكأس من الشاي بالنعناع. كان إدريس قد سجل الرقم الهاتفي الذي ورد في نص الإعلان. ركب الرقم وانتظر قليلا، ثم جاءه صوت رجل به خشونة. هل أنت الطاهر بخميسة؟ نعم، من معي؟ فاعل خير، لقد وجدت رقم هاتفكم في الإعلان المنشور في الجريدة. أردت أن أخبركم بأن الرجل الذي تبحثون عنه يوجد معي هنا في البروج. البروج؟ تساءل الصوت الخشن مستغربا. نعم، وإذا جئتم إلى هنا لتأخذوه بإمكانكم أن تتصلوا بي على رقمي المسجل لديكم. شكر الصوت الخشن إدريس وقال إنه آت مساء. نقل الحارس تلك البشرى إلى العم بوشتا. ظل يفضل أن يناديه بذلك الاسم الذي يذكره بعمه المتوفى. في حدود 5:30 مساء رن الهاتف في جيب إدريس. أخرجه ونظر إلى الشاشة. هو رقم هاتف ابن العم بوشتا. في الطرف الآخر كان الصوت الخشن يبلغ الحارس بأنه يوجد قرب المحطة الطرقية. دله إدريس على الطريق التي أوصلته إلى موقف السيارات. كان رجلا مديد القامة ممتلئ الجسم. رأى إدريس أنه يناسب الصوت الخشن الذي تحدث إليه عبر الهاتف. مع الطاهر جاء رجل آخر قدمه إلى إدريس باسم الكبير. لم يعلم الحارس ما يربط الرجلين. ثم دعاهما إلى السقيفة التي يأوي إليها العم بوشتا. ضحك إدريس وهو يبلغ الرجلين بأنه كان يناديه العم بوشتا طيلة الفترة التي أمضاها معه هناك في موقف السيارات. ثم وصلوا إلى السقيفة. كان هناك يحضن حقيبته السوداء. قال إدريس معلقا إنه لم يدعها، في الليل كان يتخذها وسادة. أسرع الطاهر الخطو نحو الشيخ وعانقه بحرارة. لما أرسله نظر إليه ابتسم ابتسامة عريضة لما تبين ملامحه. لقد تأخرت، أين كنت؟ انتظرتك ولم تأتي. كان الطاهر يبكي وهو يسمع عتاب والده. قال له سنعود إلى البيت يا أبي. إذ ذاك ناوله الحقيبة الجلدية السوداء. فتحها الطاهر بينما كان إدريس يراقب. أخرج منها نسخة من القرآن وسبحة. التفت إلى إدريس وقال له هي أعز ما لديه من متاع. ودع إدريس العم بوشتا وهو يعلم أن اسمه عبد الله. في تلك الليلة أحس بفراغ تركه الرجل الذي يعاني من فقدان الذاكرة. مهمشون قصص يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.